ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ معاك المهندس علي محمد شعبان، مدير عام الاحمال والطاقه وترشيد الطاقه في شركه البحيره التجاريه الكهرباء البحيره. تمام، ممكن حضرتك تقول لنا ايه الحمله اللي حضرتك عاملينها النهارده؟ والله النهارده احنا جايين في النادي الاجتماعي في وسط حبايبنا واهلنا واصحابنا، عاوزين نعرفهم يعني ايه ترشيد طاقه. هي ترشيد طاقه معناها اننا مش نمنع خالص استهلاك الكهرباء، لما مش معنى كده ابدا، معناها تستخدم الطاقه براحتك، ولع النور براحتك، بس اللي انت محتاجه اللي انت محتاجه ولعه، اللي انت مش محتاجه ممكن تطفي النور الزياده اللي عندك في اي اوضه ما انتش محتاجها ممكن تستغنى عنها. كمان في فتره اللي هي بنعرفها احنا معانا فتره الذروه، الفتره دي اللي هي من 7 ل 11 هو كل الناس بتبدا تشتغل فيها، تلفزيونات، ممكن بقى ست البيت تساعدنا في موضوع المكوى والغساله الاوتوماتيك تاجل بس استخدامها، بلاش تستخدمها في فتره من 7 ل 11 بس احنا بنقول لها كده يعني، لكن مكوى الغساله الكهربائيه مع السخان الكهربائي لو انت مش محتاجه، لو انت احتجت السخان الكهربائي ضروري قوي ممكن تشغله قبلها بنص ساعه ولا حاجه او بثلث ساعه. موضوع مهم جدا برضو عندنا في البيوت موضوع التكييف، احنا موضوع التكييف دايما نعمل درجه الاستبنسات بتاعه على 18 وعلى 19 و20، وثبت علميا ان الدرجه اللي ممكن يستريح فيها الانسان هي ما بين 24 و23، ممكن يبقى عايش وفريش وفي نفس الوقت هيوفر كهرباء، لان درجه 24 23 ممكن يتعايش فيها الانسان. والتكييف ننصح زمايلنا كلنا وحبايبنا ان هم يبداوا يعملوا صيانه عشان فتره الصيف بدا وبدا التكييف يشتغل، يعني نظافه الفلتر، احكام حتى النوافذ والشبابيك اللي عندنا والبيبان، لو في حاجه مثلا بتعدي هواء سخن ولا حاجه نبدا نظبط الشبابيك. موضوع الثلاجه في البيت، يعني الثلاجه مهم جدا، الانسان والاولاد كل شويه بيفتحوا باب الثلاجه عاوزين ميه ساقعه، ممكن نستغنى عن الموضوع ده بنحط كولدير، كولدير يعني يغنينا شويه عن فتح الثلاجه وقفلها. نبعد الثلاجه عن الحيطه شويه حوالي 10 سم او 15 سم عشان التبريد اللي حوالين منها. نحاول ما نخليش كميه الثلج كبيره في الفريزر، لان ده برضو بيساعد ان الكمبرسور يشتغل اكتر. نحاول نوزع المأكولات حتى في الثلاجة بطريقة سهلة التداول، ما نقعدش ندور عليها عشان ما نفتحش الباب فترة طويلة. الكاوتش والجوان بتاع الثلاجة نحاول نعمل له صيانة لو هو بيسرب هواء. بالنسبة برضو اتكلمنا احنا عن السكان والغسالة الاوتوماتيك نأجلها، حتى البراد اللي هو بيعمل شاي بالكهرباء ممكن نستغنى عنه حضرتك، لانه ده فعلا يستهلك تيار كتير. دي امور بسيطه واجراءات بسيطه ممكن احنا نساعد بعضنا ونتجاوز الفتره بتاعه الصيف اللي جاي. موضوع اللمبات الموفره ده طبعا اللمبات المتوهجه، احنا عارفين كلنا ان اللمبات المتوهجه اصلا بتطلع 90% او من 80-90% منها من الكميه بتروح طاقه حراريه تسخين سخن الجو. حتى معظم الدول العالم بدات توقف اللمبه المتوهجه العاديه الفتيله، في اللمبه الموفرة للطاقة متوفرة دلوقتي، وفي تكنولوجيا حديثة اللمبات الليد برضو متوفرة. دي إجراءات بسيطة ممكن نساعد بعضنا، في حاجات عادات احنا اتعودنا عليها في البيت، موضوع ان نقفل التلفزيون والريسيفر بالريموت ونسيب الفيشة موجودة، ده حضرتك بيستهلك برضه تيار، يعني لازم نزع الفيشة من الايه؟ من ال وموضوع الشاحن بتاع المحمول والشاحن بتاع اللابتوب وتليفون المحمول برضه طالما انا مش محتاج الشاحن نفصله نشيله، ده برضه ايه بيستهلك. دي عادات بسيطه ممكن احنا ايه نتعاون، نحاول نستخدم الاضاءه الطبيعيه اكتر من الاضاءه العاديه. كل لو تعاوننا في الاجراءات دي ان شاء الله هنعدي فتره الصيف على خير. دي بس يعني حبينا نعرف حبايبنا واهلنا بالموضوع يعني. تمام، طب احنا ديت بدايتكم في النادي الاجتماعي بدمنهور، ان شاء الله الفترات الجايه ممكن تكون فين؟ هو ان شاء الله بامر الله دي حمله دي بالتنسيق مع شركه مع نقابه المهندسين مع شركه البحيره والتجاره الكهرباء، ان شاء الله بعد كده باذن الله هننزل على مراكز الشباب برضو التجمعات، ان شاء الله هنروح المصالح الحكوميه في وسط الناس ونكلمها. برضو احنا عملنا بروتوكول مع وزاره الاوقاف، ان شاء الله ننزل في وسط حبايبنا اللي هم الخطيب بتاع المسجد، لانه ده برضو بيقابل لان هي عباره عن ثقافه، وان شاء الله هنتواصل برضو مع الكنائس اللي موجوده هنا، بحيث ان دي من ديننا بيقول كده ان اصلا ترشيد في حياتنا
عموما يعني. في مطبوعات بناخدها لهم معانا، افلام فيديو بنحاول نعرفها بيهم. الاجراءات البسيطه دي لو كلنا تعاوننا ان شاء الله هتجيب نتيجه. بالاضافه ان شاء الله في جوله للمحلات اللي هي خص دمنهور، لان طبعا المحلات حته مهمه، ان الراجل صاحب المحل بيحط اضاءه زياده عن اللزوم يعني. قدام المحل تلاقي كل لمبتين لمبه 500 واط يعني 1000، يعني ممكن يستغنى عن الكلام ده بلمب موفره وفي انواع ثانيه تدي نفس الاضاءه، ويتجنب بس فترة اللي هي من 7 ل 11 دي، ونتعاون كلنا ان شاء الله بامر الله. بالتوفيق جدا ان شاء الله. شكرا.